للأسف أن القنوات الفضائية تستقطب كل شخص وتستقطب من تراه أن له أتباعا أو أنه مشهور، لأن هؤلاء أصحاب القنوات الفضائية لا يريدون إلا الإثارة، لا يهمهم الحق. يعني أهم شيء أن يستضيف من يأتي بالإثارة، ولذلك يستضيفون أحيانا شخصا يخالفه شخص آخر من أجل أن يستقطبوا هؤلاء وأولئك. ولذلك من يتحدث في السير زل أناس، زلوا زلات نسأل السلامة والعافية، ينسبون أنفسهم أنهم من أهل السنة، زلوا زلات كفرية. بعض المقاطع التي سمعتها وأناس مشهورون، يعني ما نحتاج أن نصرع بأسماء، لكن واضح يعني سبحان الله زلات كفرية في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك على المسلم قبل أن يتحدث أولا لا تتحدث عن مثل هذه الأشياء، يعني ما بقي للأمة علم ينتفعون به إلا أن تذكر مثل هذه الأشياء. ليس كل ما يعلم أنه يذكر، ولذلك ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام أنه ليس كل شيء يعلمه العالم أنه يبديه ويظهره، يكون من المصلحة أن يخفى. ثم لو طرأ مثل هذا إذا أشيع عليك أن ترجع إلى كلام المحققين من أهل العلم في مثل هذا الباب، عليك أن تتأنى، انتبه. نحن لا ندعي العصمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انتبه، يعني أي خبر وأي سيرة وأي قصة تنسب إلى أحدهم مما لا تليق بهؤلاء يجب أن تحذر، ولا سيما أن هناك جملة ممن يذكر التاريخ مطعون فيهم في روايتهم في حفظهم، كالواقدي ابن إسحاق فيه كلام عند المحدثين، يجب أن يتنبه لمثل هذا الأمر. يعني هناك من يصطاد في الماء العكر، لكن المشكلة لو تحدث بها رافضي لكان الأمر هين، يتحدث بها أشخاص يقولون نحن علماء أو طلاب علم ومن أهل السنة، وما فتحت هذا الباب إلا بعدما ذكر من أن بعضهم يقول مثل هذا القول. سبحان الله، نعين الرافضة فالطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس من الضروري أن تخرج في كل قناة، وليس من الضروري أن كل من قال لك أو استضافك أنك تستجيب له، يعني قبل أن تتحرك انتبه. وهذه نصيحة لنفسي أولا ثم لكم كطلاب علم، يعني لو استسقت شيئا في ظهورك في قناة أو في أي وسيلة إعلامية انتبه، إن كان ظهورك أو إن كان يترتب على كلامك أنه سيساء إلى الدين ولو بوجه من الوجوه الضيقة فلا تقدم. أنت لا تتحرك على أنك فلان، لو كان الأمر يتعلق بك كفلان من أن الذم سيعود إليك أو أن هذا هو رأيك لكان الأمر هينا، لكن أنت يا فلان تتحدث باسم من؟ باسم علماء السنة، دعاة أهل السنة، خطأ منك خطأ عظيم. ولذلك قال بعض الحكماء اتقوا زلة العالم فإن زلته كالطبل، طبل قوة الطبل يسمع، هذا يقوله فيما مضى، زلته الآن كيف تكون في وسائل التواصل؟ يفترض أن يكون لها مثال آخر، يعني أنا أقول أنها مثل الانفجار، زلة العالم في مثل هذا الزمن مثل الانفجار،